هكذا كانت السدة، وهكذا أصبحت. كورنيش سدة الهندية شمالي بابل تحول من مكان يكتظ بنفاياته إلى مكان ذي مساحات خضراء ومياه نظيفة. أولاً للمحافظة على مقطع الشط وحماية ضفافه من الانجرافات والانهيارات وكذلك التجاوزات، بالإضافة إلى إضفاء لمسة جمالية ومنطقة سياحية ومتنزه وكذلك منطقة ترفيهية للعوائل العراقية. كذلك من ضمن أهداف المشروع هو استكمالا لتطوير المنطقة بشكل عام، وخاصة بعد إدراج سدة الهندية القديمة ضمن لائحة التراث العالمي. المكان أصبح جاهزا من الناحية العملية، لكنه بقي يحتاج إلى إضافات لإدامة زخم الزائرين إليه. الإدارة المحلية لناحية السدة تقول إنها وضعت خططا لإنشاء أكشاك ومراسي للزوارق ومنشآت أخرى تنتظر موافقة الدوائر المعنية عليها. في النية إنه أكشاك ومرسي زوارق، بس تدري إلا موافقات الوصولية للدوائر المعنية. مرسي زوارق، أكشاك مثلا، حوانيت، مع ذلك حتى الجراجات مال التاكسيات راح تنشط، تصير سفرات وحركة الزائرين للمدينة تنشط بها. المشروع بكلفة 7 مليارات دينار عراقي، وبتنفيذ مباشر من وزارة الموارد المائية بمسافة طولية تقدر بكيلومترين بات ملجأ العوائل في ناحية السدة شمالية محافظة بابل. مشروع قد ينهض بواقع المدينة سياحيا، وخاصة أن سدة الهندية تعرف بأنها المدينة السياحية الأكثر شهرة منذ سنوات مضت، وهي تضم سدتها القديمة التي أدرجت ضمن لائحة التراث العالمي. من محافظة بابل، حيدر الشلبي، يو تي في.